بالنسبة لنشاط الدرك الوطني في إطار مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، عينت وحدات الدرك الوطني 564 حريق عبر الوطن، منها 296 حريق غابي و 170 حريق للمحاصيل الزراعية. التحقيقات المفتوحة من طرف وحدات الدرك الوطني مكنت من توقيف 78 شخص، تم إيداع منهم الحبس 36 ووضع 21 آخر تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 17 شخص آخر من الأفراج المؤقت، مع وضع 4 أشخاص يعانون من أمراض عقلية بالمستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.